صبايا، كيف كان؟ شو الاخبار؟ صباح الخير اذا عم تشوفوني الصبح، ومساء الخير اذا عم تشوفوني المساء. واليوم بلشت اول شيء بشغل البيت، كنست اول شيء الكمبايات بس ما صورت يعني، وكنست السجاده وبعدين بدي فركه حطيت بقلبي. اي عندك تشط سطر اي شيء يعني عندك بنحط بقلبه مي يكون غميق شوي، حطيت بقلبه مي سخنة وحطيت كمان دواء غسيل وشوية كلورينا، بس من هي مو سائلة، هي بتجي جامدة شوي يعني مثل معجون الجلي، مثل اللودلي يعني، بتجي هيك بيجي هيك شوي سمك يعني. بعتذر منكم عن كان هداك الفيديو صوتي واطي، في صبية كتبت لي انه الصوت كتير واطي، بس انا لان كنت تعبانة وديت ابني على المدرسة ورجعت كنت تعبانة، وانا ذاتا معي يعني فقر دم، فعم باخد هلا حب فيتامين وحديد. هو عم فرجيكم البقع انه فركتها كرمال تروح، يعني شوفوا انه الحمد لله راحت يعني، بس المهم الوحدة انه تكون شادة ايدها شوي عالشي اللي عم تساوي يعني، باي شيء ان كان يعني انه تتقن الشغلة. فهون ساويته، وخصوصي فركت المناطق البيضة، يعني المناطق البيضة لازم الواحد يجور عليها. هون عند عند الصوبية، وتعرفوا شو الصوبية، كلياتها شحوير وخشب يعني بدها المهم فرك منيح تمام. انا ما فرجتكم كل السجادة لانه عم بفركها كرمال ما يطول الفيديو معي. بعد ما خلصتها وهيك شو عملت؟ بتجيبوا اي شيء عندكم، مثلا شقفة مبلولة، لا عفوا شقفة ناشفة بتجيبوها يعني، وبتفركوا فيها كل السجادة. اللي ما عنده بلكون انه تعمل هاي الشغلة دغري بتنشف، انه تفتح الشبابيك ودغري بتنشف السجادة، بتاخد كل المي اللي فيها. فانا هيك ساويتها كلها ياتها للسجادة فيها لهي الشقفة، ضليت افركها لحتى طلعت المي كله اللي فيها، وهلا فرجيكم شلون طلع انه المي، فرجيكم المي اللي طلعت بقلب الشقفة. ليكوا شوفوا كل هاي مي طلعت من السجادة. انه منيحة هاي الشغلة دغري بتنشف. هون عم فرجيكم هون امتى السجادة كلياتها، ورجعت كنست تحتها وزحت الكربايات ومسحت، وكمان غيرت الموديل. هون عم فرجيكم انه في عندي هاي البقعة، هي يمكن الوان، والتانية ما راحت معي، ما بعرف شو كابين يعني. فجبت بخاخ، اي عندك بخاخ مزيل دهون شو ما كان يعني، ما ضروري يعني نفس اللي استخدمته انا، بس المهم يكون مزيل دهون، بخي عليها يعني لاي بقعة بتروح معي، وحتى ان كان في شحار وحتى ان كان في شحار على الارض وما ميروح، انا هيك الارضية تبعي ما بعرف ليش كل هالقد يعني. كمان ان بخيتي عليها دغري بيروح يعني، اتركيها بس شي دقيقتين. هون كمان زحت كل الكنبايات لانه الولاد بتتحش تحت الكنبايات، اشكال الوان كله زحته كله عمته. وهذا شكل الصالون النهائي، رجعت على الموديل القديم. حطيتها هيك يعني تغيير شكل، عم فرجيكم بقى انه راحت يعني، ما بقي الا اثر الحمد لله. هون بلش طبختي لليوم، نقعت 3 كاسات رز قصير، وحطيت لها كاسة رز طويل يعني رز كبسة، كاسة واحدة بس. هون بعد ما نقعتهم الرزات قلت اساوي سلطة لبن بخيار،
بشرت خيارتين باللعاس اللي بتكون يا انتو اللي بتحبوا يعني بشرتها، وحطيت لها كمان لبن وثوم ونعناع، حطيت لها وحطيت لها شوية ملح، والملح حسب الرغبة كمان وحسب الكمية اللي انتو بتساووها. انتو شو طابخين اليوم؟ ذكرونا بالطبخ. وهون كمان صحيح حطيت لها بدل ما حط لها مي مصل اللبن، حطيت لها اياه كرمال ما حط مي، يعني تطلع ما احلاها ظريفه، لا خفيفه ولا تقيله، وسط تقريبا. انتو الكثافه بتحددوها. هون عن جد انا فرزت قبل رمضان اكثر من 3 اسابيع، ساويت توم كميه منيحه تقريبا شي كيلو يعني، وفرمته على الميكسر فرمو، وما احلى بيطلع والله. بس بتحطوا له شويه زيت زيت عادي يعني، تحطوا له كرمال يفك معكم بسهوله يعني. هون بلشت طبخ الرز بازاليا، حطيت اللحمه حسب قد ما بدكم يعني، انا هي اللي كانت الموجوده عندي يعني، وحطيت مع سمنه وقليتهم لحتى استوى. بعد ما استوى حطيت فوقهم البازاليات، وحطيت معهم ملح وفلفل، قلبتهم منيح منيح كرمال تستوي مع البازاليا، غطيتهم لحتى استوى، بعدين قمت شوي منهم لحط على الوش، وحطيت كمية المي اللي بدي اياها. انا حطيت 4 كاسات رز، حطيت لهم 4 كاسات مي وشوي يعني 4 كاسات ونص، وغطيتهم تركتهم لينشفوا. بس لينشفوا حطيت لهم شوية زيت كرمال تفرفد معي الرز زاي، وهيك كان شكل الصفرة النهائي. اعطوني رأيكم صبايا، هي كانت الصفرة ان شاء الله صحة، وانا على قلبي وقلبكم يعني. فرجيكم الرز كيف طلع ما شاء الله، يعني خلصوا الرزات متفلفلين فلفلة كتير طلعوا طيبين، مع انه ما حطيت شي الخارق، بس سبحان الله النفس بيلعب دور. ايه هون مطعمكم لبن بخيار شلون طلع كتير ظابط ما احلى. هي فرجيكم الصفرة ما شاء الله، خلص هي تنحطط احط صحة، وانا على قلبي وقلب كل مين عم يشوف الفيديو. هون بلشت جلي جليات، هدول ما كانوا كل الجليات يعني قسم منه، وعندي هي تبع الصابون، لان الصابون تقيل تبع الجلي، فيا دوب نونة نونة متطلع لي. هون طلعت كل شي قمته جليت، وما خليت شي الحمد لله يعني، حتى انا بل على السحور بجلي مشان ما خليه لتاني يوم كرمال ما اتعذب، قول اجلي وجلي ومدري شو، لا هيك الواحدة بتفي وما بطلع اشي على المجلة، وخصوصا انا بروح بودي ابني وبرجع يعني بتعب. هون عندي هدول اعطتنا اياهم الجارة يعني، صار معنا موقف بالبيت ويعني 3/4 اغراضي راحت كبيناها، فاكر مال هيك عندي اغراض يعني كتير قديمة هتشوفوها معي بالفيديو ها، والله لا يدوق لحد هالموقف. ايه هون بلشت جليت كل بعد ما خلصت يعني، ما خلصت من كل الجليات، بس قلت لساويهم هون كلياتهم هيك اعملهم فركة مرتبة، ولحسن الحظ ما كان عندي من دول الشقف الصفرة تبع المسح، فجبت اي شيء عندكم يعني ما بدكم اياه تمسحوا فيه كمان، انه بس يكون نظيف يعني. ساويت هون الغاز، عندي غازي ما بعرف ليش هيك كتير يعني بينزل سواد، هيك اللي عطوه هون ساويته ويعني صابنته وحطت له صابون جلي يعني، ما حطيت له لا كلورين وما حطيت له شيء،
ومسحته بعدين بهاي، ورجعت مسحته بالمحرمة مشان تاخد كل شي رطوبة، والمي اللي زاد وإذا كان في وسخ كمان ينقم. ايه ورجعت كل شي لمحله، كله هاد تليف، يعني التليف لازم تليف كل بعد طبخة لازم الوحدة تليفه، وخصوصا عندي هون أبيض والمجلة عندي كتير غليظة يعني غير بكلورينة ما بتنضاف الحمد لله. كيفكم مع هالصيام؟ كيف الأجواء معكم؟ جوعكم؟ شو بارد؟ نحن هون عنا بتركيا حاليا ما بوش يعني الجو، بس بالليل شوي في برودة، أما بالنهار لا ما أحلى يعني الشمس طالعة، الشمس طالعت والنجوم والعصافير تزقزق. على الصيام الحمد لله عم ننسى. إيه وهذا كان روتيني لليوم، يعني حتى ما صورت كسحور ما صورت، فإن حبيتوني حبيتوا الفيديو لايك منشان كرمال التعب، والله لايك ما بكهرب يا جماعة، لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وسلام لليوم.